نروح بقى لأهم الأخبار المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. جريدة الأهرام المسائي صحف المكسيك تدق جرس إنذار حول أجاري قبل مواجهة تونس. اليوم السابع اتحاد الكرة يرفض عرض لمواجهة إيران وديا في نوفمبر. الشروق رمزي لن نواجه البرازيل وديا. الوفد إلغاء ودية منتخبي مصر وكولومبيا. الفجر أجاري يرفض مواجهة الإمارات وديا. جريدة الأخبار اتحاد الكرة يكلف أبو ريدة بتشكيل الجهاز الإداري للمنتخب. جريدة الأهرام المسائي اتحاد الكرة ينفي اعتذار صلاح عن عدم المشاركة في المعسكر المقبل. فيتو اتحاد الكرة يصرف 50,000 جنيه لأندية الجمعية العمومية. الوطن سبورت الزمالك مهدد بخصم نقاط مجددا بسبب حسين ياسر المحمدي. جريدة الشروق الشرط الجزائي يؤجل إعلان رحيل علي ماهر عن سموحة جلال وسليمان مرشحان وعامر يدرس سير ذاتية لأجانب. جريدة الوطن علي غزال تقييم غريب لي بأنني لا أصلح كلام بايخ كوبر ظلمني وأجاري رد اعتباري. جريدة الشروق بي بي سي تختار صلاح ضمن التشكيل المثالي للجولة 9 في البريمير ليج. وجريدة الأخبار اليوم 8 مباريات في دوري أبطال أوروبا رونالدو يستعيد ذكريات الأولد ترافورد في موقعة اليوفي ومانشستر. سكاي نيوز عودة رونالدو ترعب الشياطين الحمر. وآس ريال مدريد يبدأ تحصين نفسه ضد الرحيل المحتمل لمارسيلو.